ورجعنا على الهواء مع كل مشاهدينا لاستكمال فقرات حلقتنا النهارده من برنامجنا زينة. وفقرتنا الثانية مشاهدينا زي ما نوهت في البداية هنتكلم فيها عن المرأة الأفريقية ودورها في المجتمع، وأكيد الدور ده بيختلف من في القارة الأفريقية من دولة لدولة. عشان كده معانا من دولة المغرب ودولة الجزائر وأيضا من مصر. معانا من المغرب أستاذة غزلان إدريسي، عضو جامعة الشعوب العربية بالقاهرة، أهلا بحضرتك. أهلا. وأستاذة حنان مساعدي، صحافية جزائرية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وطبعا أستاذة عبير المرسي، الكاتبة الصحفية، منورانا. أهلا بيك. الحقيقة نبدأ بقى من دولة المغرب الشقيقة، وطبعا عايزين نتكلم عن قد إيه المغرب دولة طبعا المرأة فيها ليها وضع متميز جدا، دورها في المجتمع دور طبعا كلنا لامسينه في الحياة، فيتكلمينا عن دور المرأة في المغرب. هو دور المرأة دلوقتي اختلف عن دورها زمان. طبعا المرأة التقليدية كانت زمان تربية الأبناء ورعاية الزوج والبيت وخلاص. مؤخرا لا، اختلف طبعا كتير. بقت المرأة تطلع لسوق الشغل والميدان الشغل، بقت يعني في مراكز كبيرة في أي مكان، بقى في مساواة بين الرجل والمرأة المغربية، فالدور بقى كبير والعبء عليها في الشغل وفي البيت. يعني المرأة المغربية ما بتسيبش دور الشغل في البيت، لا، بيبقى شغل بره وشغل جوه. أيوة. مزدوجة الشغل عندها بصراحة. قدرة خاصة ما شاء الله. فعلا، يعني المرأة المغربية صبورة وحمولة بالنسبة للشغل بره وشغل في البيت، ما بتقدرش تفصل بينهم خلاص. أيوة. يعني الدنيا ما مش بتشتغل بره وخلاص تنسى البيت، لا، أهم حاجة عندها تربية الولاد والبيت. لكن في الوضع الحالي برضو، لكن هي في المجتمع وبتعمل وحريصة على العمل. طبعا هو سوق الشغل بره دلوقتي المرأة بقت عندها مراكز كبيرة، قاضية، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا بقت لها مركز كبير. أستاذة عبير، من وجهة نظر حضرتك شايفة المرأة الأفريقية ووضعها الحالي زي، يعني مثلا أستاذة غزلان عملت يعني مقارنة بسيطة ما بين الماضي والحاضر في المغرب، حضرتك شايفة في الوقت الحالي المرأة الأفريقية وضعها إزاي؟ يعني هو أنا شايفة إن إحنا أولا برحب بضيوفنا في مصر، إحنا ثلاثة عربيات ويعني وننتمي للقارة السمراء طبعا المغرب وتونس وشمال افريقيا يعني عموما بشكل عام، تونس والجزائر والمغرب متقدمين منذ عهد كبير، والمراه واخده يعني وضعها واخده حريتها وحقوقها بشكل كامل منذ فتره طويله. يعني مش هنقدر نتكلم دلوقتي في الموضوع دوت، يعني صحيح. يمكن احنا حصلناهم، بدانا احنا في مصر نجني ثمار ان المراه المصريه بدات تنال حقوق على طبعا يد الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن في السنوات اللي هي عقب ثوره يونيو بالاحرى. يمكن احنا قبل كده كان لينا حقوق واخذنا جزء منها، لكن احنا يمكن بعد 30 يونيو طبعا احنا خدنا حقوق كتير جدا الحمد لله، ولسه المرأة عندنا وضع متميز جدا. طبعا، لان كان في عام المرأة وكان البرلمان يعني شهد عدد كبير من المقاعد النسائية. طبعا المرأة في عدد الوزيرات عدد كبير، محافظات محافظ المرأة المحافظ في نساء اصبحوا بتشغل وظيفة محافظ. لكن انا يمكن همي الاكبر كما تعلمين حضرتك وضيوفنا ان مصر السنه دي هي رئيس الاتحاد الافريقي. ايوه. فاحنا يمكن كنا بعدا شديدا عن القاره السمراء وما يعني وضع المراه فيها وما يدور بداخلها. المراه الافريقيه جوه القاره السمراء في بعض كثير من الدول، يعني يمكن كان زمان برضو كان في معاناه شديده جدا لان الاحتلال والاستعمار، وكانت تعاني حضرتك عارفه المجتمعات لما بتعاني من الفقر وتعاني من الارهاب والتطرف والمرض، المراه بدورها برضو بتدفع الثمن، يعني صحيح. بتكون ضحيه هي طبعًا. كمان لان هي ربت اسره وهي نصف طبعًا. المجتمع. فاعتقد ان بدا تحصل طفره في بعض الدول في القاره السمراء، يمكن دول زي تنزانيا، زي جنوب افريقيا، الدول اللي هي يمكن غانا، بدات المراه هناك بتحتل مناصب ومراكز يعني ممكن تكون وصلت لحد انها رئيس دوله يعني ووزيره يعني. لكن لسه هناك معاناه في بعض الدول الافريقيه، يمكن اشقائنا في السودان لا لسه في، لان كان بيحكمها حضرتك عارفه الحكم اللي هو اللي واخد الطبع شويه يعني مش عايز اقول الاسلامي، ولكن اللي هو واخد طبع يعني اقرب ما يكون للتطرف
يمكن اثيوبيا كمان المراه لسه برضو لان هي تشهد فقرا شديدا وعاوزه. فلكن انا شايفه اني يعني بتواجد مصر في القاره السمراء بشكل يعني كبير والاتفاقيات الكثيره اللي هي بتتم في الفتره انا عايزه اقول ان هي دي يمكن فتره ذهبيه يعني ان مصر للمرأة. تتواجد صحيح. بشكل طبعا. فانا متاكده ان هيحصل شراكه كبيره جدا بيننا وبين المراه الافريقيه وطبعا حاسه ان شاء الله هيحصل طفره واتفاقيات كثيره هتحصل في الفتره القادمه ان شاء الله. بالتاكيد ان شاء الله. أستاذة حنان من حضرتك صحفية طبعا في الجزائر، كلمينا عن دور المرأة الجزائرية، وطبعا هي عندها الوعي المجتمعي واعي جدا طبعا المرأة الجزائرية، كلمينا عن هذا الدور. هي المرأة الجزائرية كانت من زمان يعني من وقت الثورة الجزائرية، المرأة الجزائرية كانت ليها دور كبير في الثورة، من يعني مثلا للست اللي بحييها جميلة بحيرة وفي ناس كتير في ستات كتير يعني شاركت في الثوره الجزائريه، منها جدودنا يعني انا جدتي شاركت في الثوره الجزائريه. بعد كده يعني شهدت تراجع شويه فتره السبعينات بعد الاستقلال، الست ما بقتش ليها دور زي زمان. ايوه. بعد كده الست كمان خدت مكانه كبيره في المجتمع وابتدت تظهر في شتى المجالات مثل الرياضه، حاسبه ممرقه. كان في ستات كتير شاركت في السياسة، كان لويزا حنون وكان ناس كتير شاركت في السياسة عندنا وخدت يعني رئاسة مجالس يعني رئاسة أحزاب وشاركت في البرلمان وخدت أصوات كتيرة كبيرة. يعني كان عندنا حزب العمال مثلا، حزب العمال الجزائري كان فيه واحدة يعني سيدة فاضلة كانت واخدة يعني كانت واخدة مرتبة تالتة في مقاعد البرلمان الجزائري. ولغايه دلوقتي يعني في وزارات كتير واخدها ستات، المراه فيها ليها دور. ده غير لو في التعليم هتلاقي الستات مثلا يعني واخده نسبه يعني فوز في اطار مسابقات التوظيف او الحاجات دي، هتلاقي الستات ليها المناصب كتير. في الصحه كمان يعني الدكاتره في شتى المجالات. حتى دلوقتي يعني تلاحظي ان في بعثات علميه تلاقي الستات، يعني زمان كان في تحفظ ممكن الست ما تروحش، يقول لك لا والمجتمع وما ينفعش الست تسافر، يعني حضرتك عارفه. طبعا. بس دلوقتي لا، في بعثات علميه بتبعت ستات كتير وستات كتير بتطلع بره وتشارك وتاخد مراتب، يعني في تطور في وضع المراه ملموس في الجزائر. الحمد لله. الحمد لله. لو تكلمنا عن دولة المغرب أو رجعنا مرة ثانية لدور المرأة والتقاليد بقى المرأة المغربية، حدثينا عنها، أكيد جمهورنا حابب يعرف شوية تقاليد المرأة المغربية. أهم تقاليد بصراحة هو تقليد في الفرح، بيكون مختلف شوية عن التقاليد المصرية. بالنسبة للتقاليد المصرية أو المغربية مختلف عن في الأفراح بالذات، يعني بيبقى الفرح باسبوع بيجهزوا له باسبوع او اسبوعين، اسبوع. أيوة. عند الراجل وعند العريس واسبوع عند الست اللي هي العروس، فبيبقى هما الاثنين زي هو السلطان وهي السلطانه في الاسبوعين دول اللي هما قبل الفرح خالص. يبقى اسبوع تجهيز العروس من حمام مغربي، من مكياج، من تجهيز نفسيا، من كل حاجه، من اللبس بتبقى قبل الفرح بتبقى بتغير وبتلبس. أيوة. في يوم الفرح بيبقى ده يوم الليله الكبيره، يعني زي ما بيقولوا عندكم هنا. بيبقى يوم تاريخي بالنسبه للعريس والعروسه والاهل طبعا. ايوه. فبيبقى من 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 زي مثلا من 9 بالليل لغايه الفجر. أيوة. وهي العروسه بتغير في تغيير دائم لللبس. تغيير دائم زي بيختلف الزي يعني. كل شويه بتلبس ليه؟ لانه في مناطق عندنا في المغرب كل منطقه وليها لبسها الخاص. ايوه. فالشمال مش هو الجنوب، مش هو المناطق الجبليه، مش هو المناطق الامازيغيه، مش هو، فكل منطقه ليها لبس معين فبتلبس حسب المناطق. يعني يجي 7 تغييرات للعروس والعريس كمان، يعني بيغير بس مش نفس التغيير، انما ايه بيبقى 3 لباس او 3 ملابس مثلا بيغير، والست اكتر يعني 7 فما فوق.
واحيانا بتلبس زي مغربي، واحيانا بتلبس حتى زي مثلا الهندي، مثلا الصيني، يعني بتبقى مش بس في تنوع يعني. يعني بتبقى ليله رهيبه بالنسبه للعروس. فيها اجهاد، انا اتهيالي ده اجهاد كبير جدا، عشان كده بتبقى مجهزه قبل كده باسبوع او 10 ايام نفسيا وجسمانيا. صحيح. فبتبقى ليله فعلا في تقليد الافراح عندنا غير طبعا، وده اللي اتمناه يعني. ساعات بتمنى ان التجربه دي او العاده دي تتنقل على مصر، هتبقى حاجه بصراحه خيال حلو. والحقيقه شيء مميز طبعا للمغرب يعني. بتبقى العمليه اللي هي العمليه اللي بتبقى على شكل ما اعرفش طبليه او فخمه طبعا، يا اما بتبقى مغطاه او لا يعني بتبقى، وبتتشال فيها العروسه والعريس وبيحيوا المعازيم، فبتبقى فعلا ليله مختلفه تماما. ملكيه فعلا بالنسبه لها هي كعروسه اميره وهو كسلطان في ليلته، فعلا بتبقى صحيح. ليله تاريخيه. صحيح. فده المميز بالنسبه للتقليد او اختلاف عن مصر. وفي حاجات كتيره طبعا بالنسبه للاعياد المناسبات، بس ده اهم شيء. بالظبط. هنتعرف اكثر عن طبعا المغرب والجزائر والتقاليد المختلفه للمراه، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير عن المراه الافريقيه ونرجع مره ثانيه لاستكمال حديثنا مع ضيوفنا.